اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك هذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قرأه ابتغاء وجهك الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، نقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم هذه ليلة ترجى أن تكون ليلة القدر. اللهم ارزقنا قيامها، اللهم ارزقنا قيامها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في رام الله، اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كشمير وفي الروهينجا وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم أطعم جياعهم واكس عراتهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم تكالبت الأعداء، اللهم كن لهم يوم لا أحد لهم إلا أنت، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك
والمشركين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وارحم الضعفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وكن لنا ولا تكن علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مغلوبون فانتصر لنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. ربنا لا تعذبنا فإنا ضعفاء وفقراء إليك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة عليك التكلان. اللهم استجب لنا كما وعدتنا.